السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع درس جديد من دروس اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، الحياة دائما إسنان. لو احنا نظرنا إلى عنوان الدرس، العنوان الدرس هو يعني الحياة دائما إسنان، أي أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده في الحياة. المقصود هنا التعاون. تعال نشوف مع بعض الدرس دوت. بدأ الجد إن هو يرفع يديه متشابكتين، وجلس الأحفاد حوله للاستماع إلى حكاياته وللاستفادة من خبرته الجميلة. لما نيجي نقول دلوقتي جلس الأحفاد حول الجد، كويس، أو تحلق الأحفاد حول الجد. كلمة تحلق يعني جلسوا على شكل إيه، حلقة، وعكسها إن هو متفرقين. طيب لما رفع يديه متشابكتين، ما معنى كلمة متشابكتين؟ كلمة متشابكتين يعني متداخلتين أو متصلتين، عكسها منفصلتين. هنا رفع اليدين متشابكتين وقال لهم ماذا ترون؟ الأحفاد على طول بالطبع قالوا نرى يدين متشابكتين. الجد بدأ يفهمهم أن الحياة دائما إسنان. علي فهم أن الحياة مليئة بالأحداث المتشابكة والمرتبطة مع بعضها البعض، فبدأ يحكي لهم هذه القصة التي قرأها منذ أيام. القصة دي أن هناك صديق وصديق آخر، يعني صديقان اشتركا في مسابقة للرسم، ماجد وصديقه، على مستوى المنطقة التعليمية. فازت طبعا لوحة ماجد وصديقه. لماذا؟ لأنها كانت مثال ونموذج للتعاون بين التلميذين، أحدهما كان بارعا في الرسم والآخر في التلوين. هل معنى ذلك أن بقية اللوحات لم تكن جميلة؟ لا، ده كل اللوحات كانت جميلة، لكن هذه اللوحة تعاون فيها هذين الصديقين مع بعضهما البعض، لدرجة أن مدير المنطقة التعليمية قال إن هذه اللوحة رائعة بكل المقاييس. كلمة المقاييس يعني المعايير، ومفرد المقاييس المقياس. ثم بعد ذلك عندما حكى لهم هذه الحكاية، ماذا سأل الجد؟ بدأ يسأل الجد ماذا تفهمون؟ فرد مين؟ هو شهاب قائلا هل تقصد يا جدي التعاون وأننا لسنا وحدنا نعيش في هذه الحياة؟ الجد ابتسم ابتسامة عريضة بالفعل، فرحا بمين هو؟ بحفيده شهاب، لأنه فهم أن الجد يقصد معنى التعاون. طيب ما صفة المجتمع المتعاون؟ المجتمع المتعاون أفراده متعاونون، أفراده يتخلصون فيه من الإيه؟ من الأنانية، يعني كل إنسان بيحب غيره كما يحب الخير لنفسه، بيحب الخير لمين؟ لغيره. والمجتمع المتعاون ينتشر فيه الخير والإيه والرخاء. فردت فرح ومنى بتلقائية شديدة، نحن نتعاون مع أصدقائنا في المدرسة في أداء الإيه الواجبات الإيه المدرسية، كويس. فابتسم الجميع لتلقائية فرح ومنى لتعبيرهم عن الإيه عن التعاون. في الآخر خالص الجد قال لهم لا تنسوا يا أحفادي أن الحياة دائما إسنان. قالوا له نعدك بذلك يا جدنا العزيز. كلمة نعدك يعني نعاهدك على مين؟ على ذلك. كده لو احنا بصينا بقى للأنشطة اللي موجودة في الدرس، اللي هي الحياة دائما إسنان، لابد من الإجابة على التدريبات الموجودة وراء هذا الإيه الدرس. والسؤال 1 و2 و3 صفحة 10. ودلوقتي هنبدأ مع درس جديد من دروس اللغة العربية اللي هو الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ليا عندي أب، أخ، حم، فو، مين، زو. الأسماء الخمسة دي حاجة جميلة جدا، دي عندنا بترفع بالواو، بتنصب بالألف،
تجر بالايه؟ بالياء. بس ليها شروط. الشروط بتاعتها ان لازم أن تكون مفرده، دي حاجه. اتنين، تضاف الى اي ضمير في الدنيا ما عدا ياء المتكلم، لان اذا اضيفت الى ياء المتكلم فهي ليست من الاسماء الخمسه. وفي الحاله دي عند اضافتها الى ياء المتكلم فهي ترفع بالضمه المقدره، تنصب بالفتحه المقدره، وتجر بالكسره الايه؟ المقدره. طيب عندنا كمان في حاجه تاني، كلمه فو لو كانت بالميم فهي ليست من الاسماء الخمسه، فهي ترفع بالضمه، تنصب بالفتحه، تجر بالايه؟ بالكسره. خلاص. عندنا زو. زو تضاف الى اسم ظاهر، يجي بعديها اسم، الاسم اللي جاي بعديها ده يعرب مضاف اليه على طول. طيب اذا الاسماء الخمسه تضاف الى اي ضمير ما عدا المتكلم، واحيانا تضاف الى اسم ظاهر، كويس. اما كلمه زو فلا بد ان تضاف الى اسم ظاهر اللي هو يعرب مضاف اليه، ولو كانت بالميم فهي ليست من الاسماء من الخمسه. مثال، لما اجي دلوقتي اقول مثلا ابوك ذو علم، دي جمله اسميه، ادي كلمه ابوك مبتدا مرفوع بمين؟ بالواو، لانه من الاسماء الخمسه، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. ذو خبر مرفوع بمين؟ بالواو، لانه من الاسماء الخمسه. اللي جاي بعديها بقول ذو علم، يبقى كلمه علم مضاف اليه مجرور بالكسره. لو احنا بصينا للجمله اللي انا قلتها من شويه، بقول ابوك ذو علم، هنا كلمه ابو مضافه لمين؟ مضافه للضمير اللي هو الكاف. طيب كلمه ذو مضافه للاسم الظاهر اللي هو كلمه علم، اللي احنا قلنا اعرابه مضاف اليه مجرور بمين؟ بالكسر. طيب نبص سوا كده اهوت، لما اجي يقول لي جمله مثلا ايه؟ استخدم كلمة أب مرة مرفوعة بالحروف ومرة أخرى بمين؟ بالحركات. أنا قصدي بكلمة الحروف، يبقى هنا هوت لابد إن هي تكون من الأسماء الخمسة. ليه قصدي بالحروف إن هوت إن هي تكون من الأسماء الخمسة؟ لأن إحنا عندنا الأسماء الخمسة بتترفع بالواو، بتتنصب بالألف، تجر بالإيه؟ بالياء، يبقى دي حروف. طيب بالحركات، أنا قصدي بالحركات المقدرة، يبقى تضاف إلى ياء المتكلم. يبقى في الجملة الأولى حضر أبوك الحفل مبكرًا. ماشي؟ يبقى أبوك أهو فاعل مرفوع بالإيه؟ بالواو، لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. عايزها بالحركات، هتبقى أبي، كويس؟ ذو خلق، يبقى كلمة أبي أدي مبتدأ مرفوع بالضمة مين؟ المقدرة، والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نفس القصة لو أنا استخدمت كلمة أخ، عايزها منصوبة بمين هوت؟ بالحروف، ومرة أخرى بالإيه؟ بالحركات. مثال، إن أخاك محب لمين؟ للقراءة. يبقى كلمة أخاك اسم إن منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف هتبقى ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طيب عايزينها بقى بالحركات، يبقى إن أبي ذو خلق، يبقى كلمة أبي اسم إن منصوب بالفتحة مين؟ المقدرة، والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. على نفس المنوال دوت هيبقى مين دوت؟ الأمثلة بتاعتنا. طيب تعالوا نبص سوا، لما أجيب كلمة فم، جيت قلت جملتين، فمك ينطق بالحق، هل دي من الأسماء الخمسة؟ دي ليست من الأسماء الخمسة. طب ليه ليست من الأسماء الخمسة؟ لأنها بالميم، يبقى دي مبتدأ مرفوع بمين؟ بالضمة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. لكن لو أنا جيت قلت تكلم الرجل بفيه في الخير، يبقى كلمة بفيه إن هو الباء حرف جر، وكلمة فيه اسم مجرور بالإيه؟ بالياء، لأنه من الأسماء الخمسة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نبص سوا، لو أنا دلوقتي جيت قلت مثلا
الأبوان كريمان أو الأخوان عظيمان. هل دي من الأسماء الخمسة؟ دي ليست من الأسماء الخمسة. كلمة الأبوان أو الأخوان هنا دي مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، وإحنا جينا قلنا إن الأسماء الخمسة لابد أن تكون مفردة، لابد أن تكون إيه؟ مفردة. احترم الولد من نوت والديه، هل دي من الأسماء الخمسة؟ دي ليست من الأسماء الخمسة. ماشي، احترم الولد أبويه، هل من الأسماء الخمسة؟ لا، لأن ديت مثنى، يبقى دي هو مفعول به منصوب بالإيه؟ بالياء، لأنه مثنى والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وحذفت النون لمين؟ للإضافة. إذن الأسماء الخمسة زي ما جيت قلت لازم أن تكون مفردة، ما تنفعش تجي لي مثنى، ما تنفعش تجي لي جمع. لو أنا جيت قلت مثلا إن الآباء يحبون الأبناء، يبقى كلمة الآباء هل دي من الأسماء الخمسة؟ لا، دي جمع تكسير، دي اسم إن منصوب بمين؟ بالفتحة، عادي خالص. يبقى إذن الأسماء الخمسة تترفع عندنا بالواو، تتنصب بالألف، تجرب الياء، بس في شروط زي ما جينا قلنا لازم تكون مفردة، دي حاجة. اتنين، ما تكونش مثنى ولا جمع، لازم تضاف إلى أي ضمير في الدنيا ما عدا ياء المتكلم، خلاص. إما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم قلنا تعرب بمين؟ بالحركات الإيه؟ المقدرة. ودلوقتي طبعا ورا الدرس في عندنا تدريبات اللي هي صفحة 7، لازم طبعا تحلها. تعالى كده ناخد كده المثال الأول، لو أو خلينا في المثال الثاني شوية، اللي هو رقم ب، استمع إلى نصيحة أخيك. أنا سامع حد بيقول لي كلمة أخيك مضاف إليه بالفعل، صح، دي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة، وعندنا الكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. تعالى عند رقم 2، ونستخدم الكلمة أب وأخ وزو وأخوان وكلمة حماية، بحيث تعرب إعراب الأسماء الخمسة في جمل منين؟ من تعبيرك. إحنا هنزود عليها كمان، اجعل هذه الكلمات كويس مرفوعة ومنصوبة ومجرورة بالإيه؟ بالحركات. وإن شاء الله مع درس جديد من دروس اللغة العربية في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.